السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، بإذنه تعالى اليوم راح نبدأ بأول محاضرة من محاضرات الكورس الثاني اللي راح ناخذ بيها الجزء الثاني من مادة تطبيقات الحاسوب، اللي هو راح نشتغل ونفذ البرامج اللي عندنا بالأنفايل. أول شي راح أشوفكم إن إحنا منين نفتح الأنفايل وكيف راح تكون عملية التنفيذ. تحت عندي برنامج الماتلاب وهاي الواجهة الرئيسية اللي عندكم. في حال انه انا اريد اكتب برنامج برمجي، بالكورس الاول كنا ناخذ دوال متغيرات كنت اقدر انفذها بشاشة الكوماند ويندو، لكن بالفصل الثاني راح ناخذ برامج برمجية لكن بلغة الماتلاب، فما اقدر انفذها على الكوماند ويندو، لازم انفذها بالام فايل. منين اني افتح نافذة الام فايل؟ هنا أنا أجي على نيو، أول اختيار اللي هو سكريبت، انفتح عندي انفتح عندي نافذة الأنفايل. كان في حال إن أنا رحت سيفها فأكيد هنا أنا سيف أوت، حتى أسميها باسم معين راح أسميها هنا أنا lecture one، أنا أسميها من قبل واحدة فراح أسميها 2. صارت عندي هنا lecture1.m. فهاي الحالة احنا عرفنا هسه شلون فتحنا نافذة الأنفايل. راح اكتب البرنامج او الكود البرمجي، هنا أنا راح اكيد تطلع لي التنفيذ بشاشة الكوماند ويندو، نافذة الكوماند ويندو عفوا. طلاب احنا الان بالبرمجة كنا ناخذ البرامج وتطلع عندي النتيجة بالشاشة السوداء، لكن الان حاليا راح يطلع عندي النتيجة وين؟ بالنافذة الكوماند ويندو. هسه نرجع للمحاضرة ونشوف شلون راح ناخذ البرامج وشنو الطريقة اللي ننفذ بها البرامج. اول شي طلاب اريد اسوي لكم فد ريفيو معين، انه العام لما كنا ناخذ بالبرمجة قلنا اول ما يجيني سؤال برمجي انه لازم انا اعرف الانبوت عملية الادخال وعملية البروسيسنج والاوتبوت اللي هي عملية اظهار النتائج. فهنا عندي بالأنفايل إدخال البيانات راح يكون طريقتين نفس ما العام أخذنا. العام كنا ناخذ إدخال البيانات عن طريق دالة السي إن، لما كنت أستخدم دالة السي إن لما أنا أعيد المتغيرات مو ثابتة بالبرنامج، يعني أخلي البرنامج يشتغل على أكثر من مرة، كل مرة أنا كنت أغير بالبيانات أو الأرقام عن الشاشة السوداء فكنت استخدم دالة السي ان. هنا بالماتلاب اني راح استخدم دالة الانبوت. دالة الانبوت راح استخدمها لادخال البيانات، ممكن انه اغير بيها بشاشة الكوماند ويندو، يعني شاشة التنفيذ كل مرة انا اقدر اغير بيها، يعني ممكن البرنامج انفذه اكثر من مرة باكثر من من ادخال. بالامثلة راح تتوضع عندكم هاي الفكرة. والطريقة الثانية اللي أنا أدخل بها البيانات إنه أثبت البيانات أو المدخلات اللي أريد أنفذ بها البرنامج داخل البرنامج عندي، يعني يتنفذ مباشرة تطلع النتيجة على شاشة التنفيذ بدون ما أني أدخل أي شيء في شاشة التنفيذ. خلي نجي هذا الكلام كله نشوفه في الأمثلة وتوضح أكثر. طبعاً الصيغة العامة لدالة الأوبوت اللي هي قلنا دالة الإدخال راح تكون هنا مثل ما تشوفون، انه عندنا variable معين، انه متغير معين، بعد اشارة يساوي، بعد دالة الانبوت، بعدين نفتح اقواس اثنين مثل ما تشاهدون. بين هاي الاقواس راح يكون عندنا هذا ال one quotation مثل ما تشوفون. هذا ال one quotation مين طلع من الكيبورد؟ من حرف الطاء اللي يكون مجاور لكلمة enter اذا كانت لغة الحاسبة انجليش طبعا. فمجرد ما اضغط حرف الطاء راح يطلع عندي one quotation. فهاي الصيغة العامة لدالة الانبوت، انه قبلها لازم اكون متغير، بعدها اشارة ويساوي، بعدها انبوت، بعدها اقواس دائرية واثنين quotation. طلاب داخل الكوتيشن اي عبارة اني اكتبها راح تطلع لي انه شاشة التنفيذ، اي عبارة اني اكتبها. يعني الطالب مخير، ممكن طالب عن طالب تختلف انه تعبيره، يعني لا تتقيدون بأي شيء داخل الكوتيشن، أي شيء داخل الكوتيشن راح تكتبوه راح يطلع نفسه في شاشة التنفيذ. خلي ناخذ مثال ونشوف هذا الكلام شو راح نطبقه.
هذا أول شيء قلت لكم to input a new file، إنه كيف نفتح نافذة الان فايل. هنا أنا أول example عندي calculate the radical equation of the second order. طلاب إحنا عندنا فد معادلة رياضية اللي هي كلكم ماخذيها، اللي هي radical equation، إني لما يكون المعادلة شلون شكلها، إنه يكون هنا ثاني محاولتها بالصيغة اللي يفهمها الماتلاب، لكن بالشكل الرياضي إذا تتذكروها كانت تاخذوها بالسادس، وأيضا بالمرحلة الأولى خدتوها إنه سالب بي زائد ناقص تحت الجذر بي للأس 2 4AC على إنه خط كسر 2A. كلكم تتذكرون هاي المعادلة عندنا، هاي المعادلة عندنا أنا حويتها بهذا الشكل اللي هو يفتهم الماتلاب، لأنه سبق وأن تحدثت أنه الماتلاب ما يقدر أنه يكتب داخله أنه الجذر اللي هو الرمز، يعني لازم أنه يحول للغة الإنجليزية اللي هو كلمة سكوارت. الماتلاب ما يفهم خط الكسر ولا يقدر يكتبه، فشلون يكتبه بشكل الخط المائل اللي هو يدل على شنو، على القسمة. فهذا السؤال سيريدني أطلع نتيجة هاي المعادلة. إذا أنا عند أطلع نتيجة لهاي المعادلة، فأسألي ماذا أطلع، لأن عندي البي بدون قيمة والأي بدون قيمة والسي بدون قيمة. فبهاي الحالة أنا لازم أدخل قيمة للأي وقيمة للبي وقيمة للسي. فراح نستخدم الطرق اللي ذكرتها مسبقا، اللي هي يا أما أنا راح أثبت بالبرنامج قيمة الأي وقيمة البي وقيمة السي، وبهاي الحالة راح يتنفذ عندي البرنامج مباشرة وتطلع لي القيم. خلينا نبدأ قدامكم بالحالة الأولى اللي أنا مثبتة بيها القيم الـ A والـ B والـ C بداخل البرنامج، يعني ما راح أحتاج إنه أنا أكتب أي قيمة بشاشة التنفيذ. خلي أرجع للماتلاب، هاي النافذة اللي فتحتها أني، نافذة الـ Unfile، كتبت البرنامج، أنتوا طبعا تكتبوه. أجي هسه أنفذ من التنفيذ، راح يكون تشوفون هذا المثلث مكتوب ران، أجي أسوي له ران. نتيجة وين راح تطلع؟ تشوفون كل شيء ما طلع لي، النتيجة تطلع لي بشاشة الكومند ويندو اللي هي شاشة التنفيذ اللي عندنا. طلعت لي هاي نافذة الكومند ويندو، مكتوب هنا اسم البرنامج اللي أنا سميته لكتشر 1. هنا شنو طلع لي؟ قيمة للإكس 1 اللي هي المعادلة الأولى، طلعت لي لها قيمة، وقيمة المن للإكس 2 اللي هي شنو؟ المعادلة الثانية. زي ما تشوفون ذني المعادلتين أنا ردت إلهم تطلع لي ناتج. كيف طلع لي الناتج؟ بس مجرد انطيته قيمة للأي والبي للسي. راح تقول هاي معادلتين نفس الشكل، طبعا طلاب بالرياضيات انتم ماخذيها انه هنا فرق الاشارات، لان احنا عندنا سالب بي يجي بعدها زائد ناقص، فهنا انا خليت معادلة للزائد ومعادلة للناقص، لان يعني الماتلاب ما اقدر انه اكتب له زائد ناقص وحدة فوق الثانية. فبهاي الحالة سويت له معادلتين وانطيته قيمهن المجهولات وطلع لي الناتج. خلي نجي نشوف الطريقة الثانية اللي أنا ما راح أثبت بها القيم داخل البرنامج. راح بشاشة التنفيذ أنا أدخل قيمة للـ A والـ B والـ C. كيف أقدر إنه أنا أدخل قيمة للـ A والـ B والـ C بشاشة التنفيذ؟ عن طريق قلنا الدالة اللي هي دالة الـ Output، وقلت لكم صيغتها كيف تكون، متغير بعدها شرط يساوي بعدها Input بعدها افتح قوس وكوتيشن وأي عبارة أنا أريد أكتبها، بعدها أسد دكتيشن وأيضا قوس الدائري. فهسه عندي هذا السؤال اللي هو نفسه أيضا هاي المعادلات اللي تشوفوها أمامكم، لكن أنا ما ثبتت القيمة للـ A والـ B والـ C، لا راح أثبتها بشاشة التنفيذ. يعني بشاشة التنفيذ راح أنا أدخل قيمة للـ A وللـ B وللـ C، وكل مرة ممكن أنا أعيد التنفيذ وأغير بالقيم، أكتب غير قيمة للـ A والـ B والـ C وهكذا. زين كيف راح تكون الصيغة اللي أني تطلع لي بشاشة التنفيذ واللي هي أكتب بها القيمة للـ A والـ B والـ C؟ مثل ما تشوفون أمامكم طلاب، مشيت على هاي القاعدة اللي عندي variable، خليت variable اللي هو A اللي أنا أصلا أريد تطلع قيمة عندي المن للـ A، خليته يساوي مثل ما تشوفون. أنا خليت دالة الـ Input، فتحت قوس، خليت الـ Quotation، هاي اللي بداخل الكوتيشن كيف الطالب هو يكتب اللي هو يريده، ممكن يكتب داخل الكوتيشن فقط متغير اي يساوي، اللي هو يعني يطلع لي بس قيمة اي تساوي، حتى تكتب انت لها قيمة.
أو ممكن يكتب input the value of A بدل ما write the value of A. يعني كل شيء داخل quotation يكون من اختيار المبرمج نفسه، ممكن يغير بي. كذلك نفس القيمة للبي كيف إنه أنا أقدر أطلعها نفس الصيغة، وللسي كذلك. خلي أجي أنفذها يعني بالبرنامج حتى يكون أوضح. هنا كنت مثبت القيم، هسه لا، أريد داخل شاشة التنفيذ أنا أدخل قيمة للأي والبي والسي. خلي أسوي له نسخ لأنه على مود أسهل لي ما أكتب وما يطول الفيديو. هنا أنا طلاب تشوفون ثبتت هاي العبارات وصيغة الانبوت اللي هي ذات الإدخال. أجي هسه شنو أسوي؟ أسوي له ران للبرنامج تنفيذ. هنا شنو طلع لي؟ هاي العبارة اللي أنا كتبتها داخل الكوتيشن اللي قلت لكم نفسها نصا حتطلع وين؟ بداخل شاشة التنفيذ. تشوفون write the value of A. أنا هنا شنو كاتبة؟ write the value of A. زين هسه أنا حغيرها هنا قدامكم، حخلي هنا write the value of A A تساوي، وهذا أنا راح أبقيهن مثلا هاي شنو راح أكتب لها؟ راح أكتب لها B تساوي، الثالثة راح أخليها ما أريد رايت راح أكتب input. يعني تتقيدون راح أنفذ، قلنا التنفيذ يطلع شاشة الكوماند ويندو. تشوفون هسه رايت the value of A هنا ما تغير عندي لأن أني خليني أعيد التنفيذ مرة ثانية لأنه يعني أنا ما نفذت أول مرة. خليني أكتب له 5 4 2 أمسح الشاشة. هسه راح أنفذ على هذا الكتابة الجديدة اللي أنا كتبتها، سويت ران. أنا شنو قال لي؟ write the value of A تساوي، هاي أنا مكتبت له هناك A تساوي ما كانت هي، تغير أكتب له 5. ثاني شي كتب لي B تساوي مثل ما أنا كتبت، أقول له مثلا 2. آخر واحدة كتب لي input the value of C 4. يعني أريد أوصل لكم فكرة إنه هنا داخل quotation إنه أي شيء ممكن تكتبوه، بس المهم يدل على إنه هاي قيمة للمتغير، لكن عبارة بالإنجليزي مثل ما تحبون إنه تكتبون. ممكن بس تكتبون المتغير إنه B يساوي أو A يساوي أو C يساوي، ممكن تكتبون هاي العبارات التكميلية يعني مو ضرورية. بعد ما دخلت قيمة للA والB والC طلعت لي النتيجة للX1 والنتيجة المن للمعادلة الثانية اللي هي شنو؟ الX2 مثل ما تشوفون. بس شنو أريد أسوي؟ أريد أغير القيم. أنا كتبت هاي القيم وأريد أغير، أريد أخلي هنا يعني غير قيم، خلي البرنامج يشتغل مرة ثانية بس على قيم أخرى. input the value of b تساوي جهنم تساوي هاي خلا كذا نفس ما هي. أسوي لها ران مرة ثانية ما تغير لأنه جعد قلتك وأنه أنا سويت نفس القيم c. هسا أرجع أنفذ طلع نفس ما أنا كتبته write the value of a. أغير أكتب لها قيمة 7. input the value of b أكتبها 6. input the value of c 1. شوف طلاب النتيجة اختلفت عن المرة السابقة لأن أنا غيرت قيمة المدخلات، فهذا الفرق عن مما أني أثبت قيمة الـ A والـ B والـ C بالبرنامج، أو مما أنه أني داخل شاشة التنفيذ أقدر أكتب وأغير كل مرة بالمتغيرات. شلون أقدر؟ عن طريق دالة الـ Input. هذا المثال الأول اللي أخذناه. خلينا نجي نتطرق للمثال الثاني. قبل ما نتطرق المثال الثاني طلاب، كل برنامج أنا أبدأ أني خالة التنفيذ مقابله وكيف تطلع النتيجة حتى تشوفون. طبعاً هنا عندي فد كم ملاحظة إنه دالة الأوبوت على منو تشتغل، يعني شنو اللي ممكن يكون داخل الكوتيشن؟ بس أرقام؟ لا، داخل الكوتيشن إحنا مو قلنا هاي الصيغة العامة لدالة الأوبوت. ممكن هذا المتغير يتغير حسب ما المبرمج يريده أو الطالب يريده. زين هسه دالة الانبوت ممكن انه هي تاخذ بداخلها ارقام مثل ما هسه اخذنا بالمثال. هذا اول ملاحظة. ثاني ملاحظة، دالة الانبوت ممكن انه تاخذ بداخلها
معادلة رياضية مثل ما تشوفون 2 start sine باي على 3. ممكن دالة الانبوت تاخذ بداخلها تعبير رياضي صغير مثل ما تشوفون هنا 2 في بي فقط. ممكن دالة الانبوت تاخذ بداخلها مصفوفة مثل ما تشوفون هنا دخلت انا مصفوفة. ممكن دالة الانبوت تاخذ بداخلها اسم name، نحن دخلنا لها انه name بين الكوتيشن. ممكن دالة الانبوت تاخذ color انه فد لون معين، شوف اشتغل كتبتها بيها هنا كوتيشن ورجعت كتبت فاصلة، وهنا أنا خليت أيضا كوتيشنات اثنين وكتبت S أو هنا نكتب blue أو green أو red as you like. إذن هسا إعادة سريعة، دالة الانبوت شنو ممكن تاخذ بداخلها، يعني داخل الكوتيشن ممكن رقم، ممكن معادلة رياضية، ممكن تعبير رياضي، ممكن ماتريكس إنه مصفوفة، ممكن تاخذ اسم معين، ممكن تاخذ لون معين. هاي بالنسبة لدات الأبوت شنو تأخذ إنه بداخلها داخل الكوتيشن ممكن إنه شنو تتقبل يعني بمعنى أصح. نجي على الإكزامبل الثاني اللي هو يقولي calculate the area of triangle in script file. هاي صيغة السؤال، طبعا طلاب صيغة السؤال جدا مهمة لو تفهموها، لأنه هنا دكتور لكم script file أو unfile هن الاثنين هن نفس الشيء ده. يعني شفتوا سلم فتحت الماتلاب وسويت له نيو سكريبت، فبالسؤال يجيكم سكريبت فايل انه اور ال فايل، فهي نفس المعنى. فهنا أنا ترجمت السؤال يقول له احسب لي مساحة المستطيل بالان فايل. طبعا مساحة المستطيل لازم يكون عندنا قانون حتى نقدر نحسبها، قانون مساحة المستطيل فهو اكيد الطول في العرض. طبعا طلاب بالامتحان انا اعطيكم فد هنت معين، يعني اكتب انه فد ملاحظه معينه بها القوانين، يعني ما يخليكم تدوخون انه بالقوانين ومنين تجيبوها، لا انه اكتب القوانين. قانون مساحه المستطيل هو الطول في العرض، او المعادله اللي اخذناها سابقا اللي معادله الريديكال انه تحت الجذر. لكن من اعطيكم معادله اعطيكم اياها بالصيغه الرياضيه، ما اعطيكم اياها بصيغه الماتلاب، لازم انتم تعرفون شلون تحولوها بصيغه الماتلاب. شلون تحولوها بصيغة الماتلاب؟ اعتمادا على المحاضرات اللي اخذناها سابقا بالكورس الاول، الجذر ما يصير انه يبقى جذر، القسمة شلون نكتبها، الضرب شلون نكتبه، يعني اللي اخذناه سابقا. تقول لكم انا هذا مقدم على اللي راح ناخذه بالكورس الثاني. نرجع للمثال اللي عندنا اللي هو حسب مساحة المستطيل. قلت انطيكم القانون اللي هو اخلي ببالي انه قانون مساحة المستطيل هو الطول في العرض، اذا لازم تكون عندي قيمة للطول وقيمة للعرض، يلا انه انا اقدر شنو اطلع نتيجة لمساحة المستطيل. فكيف راح انه انا تكون عندي قيمة للطول وقيمة للعرض؟ يا اما الطريقة الاولى اللي انا اثبتهن بالبرنامج واخلي البرنامج يشتغل فقط على هاي القيمة اللي انا مثبتتها، او على الطريقة الثانية اللي هي انه دالة الانبوت وكل مرة اقدر اغير قيمة الطول وقيمة العرض، وكل مرة اقدر اطلع مساحة جديدة للمستطيل. خلينا نجي ننفذ البرنامج. هنا أنا كتبت له إنه قلنا أي برنامج برمجي لازم يكون بعملية إدخال، بعدها عملية processing، بعدها عملية شنو إخراج النتائج وأظهارها في شاشة التنفيذ. بس عندنا عملية الإدخال شنو يحتاج إنه أنا تكون عندي مدخلات حتى أقدر أطلع مساحة المستطيل؟ لازم تكون عندي مدخلات الطول والعرض. لما استلهم أي خليت دالة الانبوت input the value of A أو input the length of A، أو يعني حسب ما إنه الطالب إنه يريد شنو يكتب داخل الكوتيشن. فأنا كتبت input the value of A، خلي خلي هنا يساوي حتى تكون واضحة من تلزق بها القيمة. هنا خلي أيضا يساوي، أجي أنفذ إنه مساحة المستطيل هي الطول في العرض، يعني A في B. أجي قلنا كتبت القانون، هنا أنا عملية الإدخال، هنا أنا the processing المعالجة. بس لازم أجي مرحلة إظهار النتائج، سويت له run نعم تنفيذ. هنا قال لي انه input the value of A راح اعطيه 5، input the value of B قد راح اعطيه 2، لازم يطلع ناتج 10. طلع لي ناتج 10 لان مساحة المستطيل هي الطول في العرض. طلع لي الناتج بهذا الشكل اللي تشاهدوه امامكم. طلاب لازم تخلون ببالكم انه شيء دائما امام عينكم، انه اي برنامج ببرمجة لازم يكون بادخال processing إخراج اللي هي عملية إظهار النتائج. على هذا الأساس تقدرون تكتبون
اي برنامج ببالكم. اول شيء تفكرون انه شنو المدخلات اللي عندي، بعدين شنو من اقصى من اقول عملية بروسيسنج يعني عملية معالجة، يعني شنو العملية اللي اني ارتسويها واظهر من عندها الناتج، كان تكون عملية ضرب، عملية قسمة، عملية ادخال معادلة الى اخره. بعدها اظهار النتائج يا اما يكون عن طريق شاشة التنفيذ، وبالمحاضرات القادمة ان شاء الله راح ناخذ ايضا اعاز اللي هو تظهر لي بيه النتائج. لحد هنا تنتهي محاضرتنا لليوم. المحاضرة القادمة ناخذ الاوتبوت وشنو صيغة الاوتبوت، وهمين كذلك ناخذ عليها انه برامج. اتمنى ان يكون الشرح واضح. المحاضرة تنزل على موقع التعليم الالكتروني، افتح المجال بالجروب موجود تبعنا على التليجرام، وراح يكون عندكم كويز بالمحاضرة بعد يومين من تنزيلها بالموقع. أمان الله وحفظه، شكرا لاستماعكم.